هقول لك حاجة، التجربة أثبتت إن فكرة عسكر والكلام ده اللي أنشأها وروجها كان الإخوان، ومع الأسف معظمنا في الأول كنا انخدعنا بيها يعني، لكن لما شفنا الحقيقة عرفنا لأ، في الحقيقة البلد دي ملهاش إلا مؤسساتها وعلى رأسها الجيش، ولولا فضل ربنا أولا وأخيرا ثم إن في مؤسسات زي الجيش والشرطة والقضاء والكنيسة والأزهر، ما يعني كانت الدولة دي بقى موقفها حرج جدا يعني. في ناس بتقول كده، ما أقدرش أنكر ده، بس عددهم قد إيه؟ ما بقولش كده ان هم نستقل بشأنهم، بس قصدي اقول احنا في دوله بتتبع الاليات الديمقراطيه، والاليات الديمقراطيه الاغلبيه الشعبيه رايها هو اللي بيسود، والناس اللي لسه مش مقتنعين ان الافكار دي كان بيروجها الاخوان ان عاجلا او اجلا هيقتنعوا. احنا ما بنقولش الفريق اول يترشح وهو مازال وزير الدفاع، وانما لو هيترشح يبقى هيستقيل من وزاره الدفاع وهيتحول لشخصيه مدنيه وهيبقى رئيس ساعتها مدني، وهيختار وزراء ومحافظين مدنيين يساعدوه، وهذا لا يوصف انه حكم عسكري. وحضرتك تعلم ان شارل ديغول وغيره من الرؤساء في اوروبا وفي امريكا كان عندهم خلفيات عسكريه، وهذا لم يمنع ان هم يترشحوا لرئاسه الجمهوريه.